بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طلاب الصف السادس، يعطيكم العافية جميعا. درسنا اليوم عن حضارة مدن الحجاز. سكان الحجاز فكانوا يعيشون حياة البدو، إذا منطقة سكان الحجاز كانوا يعيشون حياة البدو، يعني حياة البدو. وتعد مكة ويثرب والطائف أهم مدن الحجاز التي ظهرت بها المظاهر الحضارية قبل الإسلام. إذا مدن الحجاز هي مكة المكرمة، يثرب اللي هي المدينة المنورة، والطائف. إذا كمان مرة يا مس، مدن الحجاز ثلاث: مكة المكرمة، يثرب اللي هي المدينة المنورة، والطائف. لنبدأ أولا بمكة المكرمة. استندت أهمية مكة المكرمة قبل الإسلام على عاملين اثنين، إذا العوامل التي استندت عليها مكة المكرمة قبل الإسلام. أولا العامل الديني المتمثل بوجود الكعبة المشرفة التي بناها سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام، والتي أصبحت محجا للعرب في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية. إذا العامل الأول وهو العامل الديني المتمثل بوجود الكعبة المشرفة التي بناها سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام. أما العامل الثاني وهو المتمثل بالموقع على الطرق التجارة التي تربط اليمن جنوبا ببلاد الشام شمالا. إذا العامل الثاني هو المتمثل بالموقع على طرق التجارة التي تربط اليمن جنوبا ببلاد الشام شمالا. واستفاد المكيون من ذلك القيام بدور الوسيط التجاري بأن توفر الأمن لقوافلهم التجارية من خلال المعاهدات التجارية، وهي الإيلاف مع اليمن جنوبا وبلاد الشام شمالا والعراق شرقا والحبشة غربا. إذا استفاد أهل مكة من ذلك القيام بدور الوسيط التجاري، هو الموقع على طرق التجارة، بأن توفر الأمن لقوافلهم التجارية. وهي قوافلهم التجارية يا سادس بتكون الأمنة. عشان يأمنوا هذه القوافل التجارية عملوا معاهدات تجارية، اسم هاي المعاهدات التجارية الإيلاف. ما معنى الإيلاف؟ الإيلاف هي اتفاقيات تجارية عقدتها قريش مع القبائل العربية المقيمة على طرق تجارتها لتأمين سلامة القوافل التجارية، عشان تكون هاي القوافل التجارية محمية. وهناك أربعة إيلافات مع الشام واليمن والعراق والحبشة. إذا هذه الإيلاف كانت مع اليمن جنوبا وبلاد الشام شمالا والعراق شرقا والحبشة غربا. هذه هي مكة المكرمة. خلينا نشوف يا مس الحياة الدينية في مكة المكرمة والحياة السياسية. الحياة الدينية، بيّن الأهمية الدينية لمكة المكرمة. اكتسبت مكة أهمية دينية بسبب وجود الكعبة التي بناها سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل، وتقديس القبائل الكعبة وما حولها من أصنام عبدها العرب كاللات والعزة. كما كانت هناك الديانة الحنيفية وهم بقية أتباع سيدنا إبراهيم عليه السلام، فأصبحت مكة مكانا يقصده العرب من جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية خلال موسم الحج. هذه الأهمية الدينية لمكة المكرمة. أما الحياة السياسية، كيف كانت حياتهم السياسية؟ عندما تولى قصي بن كلاب زعامة مكة، فقام بالأعمال الآتية. أهم الأعمال التي قام بها قصي بن كلاب: أولا نظم أمور الحكم في قبيلة قريش وأسس دار الندوة. دار الندوة هو مكان لاجتماع الزعامات القرشية. وأيضا ثانيا أسس مجلس الملأ الذي تكون من زعماء قريش من أجل التشاور في شؤون مكة عامة وقبيلة قريش خاصة. هذه هي الأعمال التي قام بها قصي بن كلاب: أولا نظم أمور الحكم في قبيلة قريش وأسس دار الندوة وهو مكان لاجتماع الزعامات القرشية، يعني الاجتماع مكان لاجتماع زعماء قريش. وأيضا ثالثا أسس مجلس الملأ الذي تكون من زعماء قريش من أجل التشاور في شؤون مكة عامة وقبيلة قريش خاصة. هذه هي الحياة السياسية. أما الحياة الاقتصادية في مكة، على ماذا اعتمد نشاط مكة الاقتصادي؟ اعتمد نشاط مكة الاقتصادي على التجارة. وقام أهل مكة قديما برحلتين تجاريتين، هما أولا رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. إذن الرحلتين التي قام بها أهل مكة: رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. وتوسع نشاطهم التجاري بإقامة علاقات تجارية مع الروم وبلاد الشام واليمن والحبشة. إذن عملوا علاقات تجارية مع هذه الدول اللي هي الروم وبلاد
بلاد الشام واليمن والحبشة والعراق، ومن أجل نشر الأمن على الطرق عقدت معاهدات باسم الإيلاف لتوفير الأمن والحماية للقوافل التجارية. أما الحياة الاجتماعية والثقافية في مكة المكرمة، كان مجتمع مكة مجتمعا قبليا سادت فيه عادات حسنة. من العادات الحسنة التي انتشرت في مكة المكرمة كالكرم والشجاعة ونصرة المظلوم، وأسسوا لذلك حلف الفضول. وسادت أيضا بينهم عادات سيئة. من العادات السيئة في مكة المكرمة كالثأر وأود البنات. وقد اشتهر أهل مكة بالشعر والخطابة التي كان يمارسونها في أسواق خاصة بهم مثل سوق عكاظ. إذن الحياة الاجتماعية والثقافية في أهل مكة سادت بينهم عادات حسنة كالكرم والشجاعة ونصرة المظلوم، وأسسوا لذلك حلف الفضول. أما من العادات السيئة كالثأر ووأد البنات. إذن كالثأر ووأد البنات. وقد اشتهر أهل مكة بالشعر والخطابة التي كانوا يمارسونها في أسواق خاصة بهم مثل سوق عكاظ. إذن كانوا يمارسون الشعر والخطابة. حلف الفضول. ما هو حلف الفضول؟ حلف الفضول هو تأسس حلف الفضول على أثر استغاثة رجل من أهل اليمن. استغاثة يمس يعني مساعدة هذا الرجل، أو استغاث يعني أنه طلب المساعدة أو طلب النجدة، رجلا من أهل اليمن بأهل مكة لنصرته وإعادة حقه بعد أن أخذت بضاعته ومنع حقه. فاجتمعت قبائل مكة في دار عبد الله ابن جدعان وتعاهدوا فيه على رد الفضول. رد الفضول يمس يعني رد الحقوق إلى أصحابها، وألا يظلم أحدا في مكة. وشهد الرسول صلى الله عليه وسلم في شبابه هذا الحلف وامتدحه. إذن هذا هو حلف الفضول. يثرب. سميت يثرب بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. إذن يثرب هي المدينة المنورة، سميت بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. يثرب اللي هي المدينة المنورة. الموقع تقع على بعد 400 كيلومتر شمال مكة تقريبا، وأرضها منبسطة كثيرة المياه والشجر، أهمها أشجار النخيل. أما السكان أو القبائل الموجودة في مدينة يثرب أو المدينة المنورة، سكنها العرب قديما، وأشهر قبائلها الأوس والخزرج، وقد دار بينهم صراعات وحروب كثيرة لم تنتهي إلا بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم واعتناقهم الإسلام، كما سكنها اليهود مثل قبائل بني قريظة وبني النضير وبني قنيقة. أما الحياة الاقتصادية، عمل أهل يثرب بالزراعة كزراعة النخيل والخضروات بسبب خصوبة التربة وتوافر المياه، كما عمل أهل يثرب بالتجارة الداخلية بسبب تنوع السلع وبيع السلع المحلية، واشتهر أهل يثرب بالصناعات الحرفية. أما الحياة الدينية، انتشرت عبادة الأصنام والديانة اليهودية التي اعتنقتها القبائل اليهودية بنو قريظة وبنو النضير وبنو قنيقة في يثرب. الطائف، وهي من مدن الحجاز. أولا الموقع، تقع إلى الجنوب الشرقي من مكة وتتمتع بمناخ معتدل. السكان القبائل الموجودة في الطائف سكنتها قبيلتي ثقيف وهوزان. أما الحياة الاقتصادية، عمل أهل الطائف بالتجارة والزراعة. أما الحياة الدينية انتشرت بينهم عبادة الأصنام. خليني أمس نحل أسئلة الدرس. صفحة 79. السؤال الأول، عرف ما يلي. مجلس الملأ، الإيلاف، حلف الفضول. مجلس الملأ، مجلس للتشاور في شؤون مكة عامة وقبيلة قريش خاصة، تتكون من زعماء قريش. الإيلاف هي اتفاقات تجارية عقدتها قريش مع القبائل العربية المقيمة على طرق تجارتها لتأمين سلامة القوافل التجارية، وهناك 4 إيلافات مع الشام واليمن والعراق والحبشة. حلف الفضول، ظهر في مكة لرد الحقوق إلى أهلها ونصرة المظلوم. السؤال الثاني، من الذي وحد قبيلة قريش؟ الذي وحد ونظم أمور الحكم في قبيلة قريش هو قصي بن كلاب، وذلك عندما تولى زعامة مكة. السؤال الثاني، لماذا عمل أهل الطائف بالزراعة؟ عمل أهل الطائف بالزراعة لخصوبة التربة وتوفر المياه. السؤال الرابع، بيّن الأهمية الدينية لمدينة مكة. اكتسبت مكة أهمية دينية بسبب وجود الكعبة التي بناها سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل، وتقديس القبائل الكعبة وما حولها من أصنام عبدها العرب اللات والعزة، كما كانت هناك الديانة الحنيفية وهم بقية أتباع سيدنا إبراهيم، وأصبحت مكة مكانا يقصده العرب من جميع أنحاء شبه الجزيرة
الجزيرة العربية خلال موسم الحج. السؤال الخامس: أذكر أسماء القبائل التي سكنت يثرب. سكنها العرب قديماً، وأشهر قبائلها الأوس والخزرج، ودار بينهم صراعات وحروب كثيرة لم تنتهي إلا بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم واعتناقهم الإسلام، كما سكنها اليهود مثل قبائل بني قريظة وبني النضير وبني قنيقة. السؤال السادس: ما الاسم الذي أطلق على يثرب بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو المدينة المنورة. السؤال السابع: أكمل الجدول الآتي بالمعلومات المناسبة. المدينة، القبائل التي سكنتها عمل السكان الدين مكة، القبائل التي سكنتها قريش عمل السكان التجارة، الديانة عبادة الأصنام. يثرب، القبائل التي سكنتها الأوس والخزرج وقبائل يهودية عمل السكان التجارة والزراعة، أما الديانة عبادة الأصنام. الطائف، القبائل التي سكنتها ثقيف وهوزان عمل السكان التجارة والزراعة، أما الديانة عبادة الأصنام. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.